في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنون في مختلف أنحاء البلد جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتي فاقمتها جائحة كورونا، جاء برنامج حكومة الوزير الأول السيد محمد البلال الذي عرض أمام البرلمان مخيباً للآمال. إن قطاعات واسعة من شعبنا كانت تنظر بشيء من الأمل إلى النظام الجديد، لكن سياساته بددت ذلك الأمل من خلال التدوير المستمر للمفسدين والمشمولين في قضايا الفساد وتقليدهم مناصب سامية في مختلف قطاعات الدولة بدل محاسبتهم والسعي لاسترداد ما نهبوه من أموال. ونظراً للوضعية العامة للبلد نؤكد على ما يلي: أولاً، إن ما تعيشه البلاد من جمود سياسي يهدد مستقبلها لا حل له إلا بالحوار الوطني الشامل الذي هو الضمان الوحيد لإيجاد حلول توافقية لمختلف مشاكل الوطن.